أنستي وسادتي المشموم تيست. العلاقة ديالكم غدا مزيان ولكن فيها الشكوك، فبغيت تأكدوا من شي حاجة بغيتوا تأكدوا منها عيطوا ستوندار إيت راديو 05 30 300 300 وحنا نعيطوا معاكم ونجربوا معاكم بيك بليزير. عاد علي الو وي مومو صافا كلشي بخير صح لاباس تو بيان ترانكيل الحمد لله خويا. عبد العالي بغيت تجرب هاجر وي كنتو مزوجين عام وانتو مزوجين عام ونص تقريبا عام ونص وحنا تقريبا مزوجين ابخي ما تفاهمناش كانوا طراو شي مشاكل وطلقنا ورجعتو من بعد واحد 3 موا رجعنا مي رجعنا كانت العلاقه في الاول مزيانه شويه بدات كتخياب شيئا ما من بعد دابا ولات خايبه بزاف كاع تبيريمات ولات شمس العشية توجور كطر عليا كدير معاك ما كتجيش أبار ما كدير معاك ما كتجيش ما كتبغيش أصلا ديجا ما كتبغيش كندير معها تقول لك لا عندي من الخدمة تقدر تعيط لها غير أبيل تلقاها مشغولة تقول لك الريزو ما كاينش وهنا بدا كيدخل شوية الشك. ما مرات كتصيفط ميساج كتجاوبك حتى لغد ليه داك الميساج تقدر تحبس عليك لا كونيكسيون بالليل مع ديك ونمشي نعست بوك علاش ما بغيتش تجاوب بوك نعست. وانت قلتي لها هادشي لاحظتي لها هادشي؟ لاحظتو عليها كنت بوك راه لو ستريس ديال الخدمه انا خدامه انا الدار ما عنديش كيفاش ندير هادي كتبقى وهادي شهر ما تلاقيتوش واخا انتم ساكنين في نفس الحومه؟ حنا قرابين لبعضياتنا ما بيناتناش ميم با واحد 5 مينوت ديال الطريق بحال ما هكذاك. واخا سيدي وانت رجعتي معاها على قبل باش تعاود تزوج بها عاوتاني؟ هادي رجعنا على اساس باش نعاودوا الحياه ازيرو نبداو نوفيل باز وهي باغا ما باغاش هي قالت لي باغا علاش ما عاودتوش تزوجتو؟ ويلا خاص كنعاودوا عاوتاني قلنا نصلحوا الاغلاط اللي راه درنا من بعد نتوكلوا على الله عاوتاني. واخا مي كيف قلت لك دابا بداو كيبانوا لي شويه ديال الشكوك. وهذه غريبه القضيه دي الشهر ما تلاقيتوش نتوما ساكنين في نفس الحومه. كتخرج كتقول لك انا كندخل معها 9 الصباح ما تخرجش حتى 10 ديال الليل ما عنديش كيفاش ندير ما عنديش الروبو ما عاطينيش الاوف وكتبقى تعطيك لي جيستيف لي جيستيفيكاتيف لي زاديكتيف كاليفيكاتيف اييه ما كتلقاش حل. درتو البارح طرا ليا مع واحد بديت كتبغي نخرج على 10 قلت لها شنو ندير انا غادي نمشي ونعيط لها نقول لها انا حدا الخدمه فاش تخرجي جي نشوفك ميم با واحد 5 مينيت ولا 10 مينيت وطلعي للدار. طونيت عليها قلت لها انا اون باس مع الخدمه مع الوقت اللي تخرج قالت لي لا ما غاديش نجي قطعت عليا ومشيت ما جاوبتني حتى للدار. شمس العشية الشمس العشية لا تغيبي زيدي عشقا. واخا سيدي واخا عبد العالي نعيطوا لهجار داكور هاد المؤشرات عندك كيخلعوا هاد المعلومات والمعطيات كيخلعوا. دابا انا بغيت نسمع شمس العشية عندك عاوتاني يا مومو. لا لا يكون خير غير هي الشهر ما تلاقيتوش بيزار معناتها بحال قلتي هي معناتها ديالها بالنسبه لك دابا انت بحال ما باغاش تشوفك. اكزاكتومون بحال ما هكذا كاع. وانت انت كتكون حاسس براسك دابا انت التابوعي انت دير معاه التابوعي. دير معاه التابوعي ولكن طرات لي شمس العشيه. واخا عبد العالي غادي نعيطوا لهجر ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست. المشموم تيست هو تيست تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزك انت ما تعزكش انت الا ما عزلتكش انت غير بلاتي احسن وثالثا خاصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان متفقين؟ متفقين خويا مومو. نعيطوا الو السلام عليكم. وعليكم السلام اش اخبارك لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. الحمد لله نقدم لك راسي. ايه معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف المنتوج ديالنا اكثر كندير واحد القرعه صغيره مره باش كنعرفوا الناس اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك لاله راكي ربحتي معنا مشموم ديال الورد تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. يكفي لاله تعطيني السميه ديالو المدينه ورقم التليفون حنا كنصيفطوا ليه حتى لباب الدار لما تبغي تعطي هذا المشموم ديال الورد. يمكن لينا الماما هادي رومانسية لالا زعما اللي كنتي فشي علاقة مخطوبة مزوجة هادي الفرصة ديالك باش تقولي ليه كنبغيك بالطريقة الزوينة اللي هي بوكيت فلو وغادي توصلها حتى لعندو سواء نصيفطو ليه الخدمة ولا للدار اللي بغيتي. صيفطي ليه للدار صافي واخا لمن بغيتي نصيفطو واخا انا نكتب العنوان بقات ما عارفاش العنوان ماشي مشكل عطيني السمية والمدينة وحنا كنتكلفو بالباقي. يلا واخا شنو السمية؟ سمية عبد العالي. عبد العالي فين كاين عبد العالي؟ أنا مدينة في كازا. شنو تبغي تكتبي ليه مع هاد المشموم؟ شي حاجة رومانسية؟ لا من عندك.
بحال كنبغيك توحشك شي حاجه بحال هكا. لا لا بغيت نصيفط حدا كنضحك. نكتبوا ليها بغيتي تصيفط عليهم بغيتي تصيفط عليه؟ لا لا ما بغيتش نصيفط ما بغيتيش؟ لا هجر درتي لنا انت اليوم متورخه. معاك مومو اش اخبارك بخير؟ شكون؟ مومو. مومو الحمد لله كلشي بخير عرفتيني؟ كلشي بخير راك معنا في الماش ممتاز تاع هجر. كاين واحد السيد معي طامش نعيطو لك باش نجربوك. شكون اللي معيط باش يجربك؟ في نظرك شكون؟ ما عرفتيش هذا غيدخل الغوكور غينيس ديال المشروم تيست الاكثر تعقيدا معقد. انا ندوز لك المعيط على قبلك ندوز لك هضر معاها. الو الو وي هضر صافا صافا الحمد لله لاباس عليك بخير. عرفتي شكون ولا ما عرفتي؟ لا ما عرفتش. واه لا ما عرفتيش دونك عندك بزاف كتعرفي ولا غير واحد؟ لا غير واحد. شكون اللي كتعرفي هذا الواحد؟ شكون هذا الواحد هذا؟ هو عبد الواحد؟ لا عبد الباسط؟ عبد الصمد؟ لا عبد العالي. عبد العالي هو هذا عبد العالي ولا كيهضر معاك دابا؟ دونك هو هذا عبد العالي. هو هذا عبد العالي دابا قلتي نصيفطوا ليه ما قلتي ما نصيفطوش ليه؟ لا بلا ما نصيفط ليه. علاش؟ مقلقه منه؟ ايه. داكشي علاش هذه الشهر ما شتيش؟ لا ماشي شهر. شحال؟ ثلاثة سيمانات واخا. عبد العالي نجحات؟ نجحات. غريب وعجيب هذا الماش ممتاز. مومو بيزار نجحت. اخويا غادي نوعد قدامك وقدام كاع الناس اللي كيسمعوا لينا كاملين باللي انا صافي خديت قرار دابا ديفينيتيف باللي غادي نجي لدارهم وغادي نعاودو نتزوجو ان شاء الله. مومو انت قابله هاجر؟ دابا الخدمه مالك ممنوع عليكم تقولوا ايه تقولوا واخا تقولوا قابله تقولوا واخا على راسو العين مانع عليكم تستعبروا الفرحه ديالكم. والله يكون بالخير الله يدري فيها الخير. ودابا علاش ما كتشوفيش علاش ما بغيتش تلاقي معاه؟ وهذا سيبقى سرا من اسرار العالم. عبد العالي بقيتي على خاطرك؟ وي مومو خويا كنشكرك اخويا مومو بزاف تحياتي ليك. كنشكر الطاقم اللي راهم معاك حتى هما كاملين اللي تقبلوا الدعوه ديالي باش مرحبا اخويا والله يدير فيها الخير اخويا والله يسر الامور الله يفرحكم جميع. دير معنا الماش ممتاز بوسيبل 05 30